اهلا بكم معايا بتاني فيديو جديد وفكره جديده. يا رب تكونوا كلكم بالف خير. واهلا بكل بيت تابعوني لاول مره. معاكم غاده. النهارده في الفيديو بتاعي هزين معاكم بيت شم النسيم. لو انتم بتحبوا تلونوا وتزينوا البيت بشم النسيم، في الفيديو النهارده حبيت ازين معاكم شكل البيضه على شكل فانوس علشان يتناسب مع الاجواء الرمضانيه الجميله، خاصه ان شم النسيم السنه دي جاي في رمضان، فحبيت ان انا ازين البيت كده على شكل فانوس. طريقته سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه. كل اللي هتحتاجوه فيه ورق الفوم، وكمان ممكن تستخدموا بواقي اقصائص ورق الفوم الموجوده عندكم علشان الحجم صغير زي ما انتم شايفين كده. شكله جميل جدا وفكرته سهله وجديده، ان شاء الله تعجبكم. هنحتاج قطعه صغيره من ورق الفوم، او ممكن تستخدموا بواقي اقصائص ورق الفوم الموجوده عندكم، او ممكن تدخلوا كده لونين مع بعض في الفانوس. طبعا ده اختياري على حسب ما انتم حابين. طبعا في البدايه هتكونوا سالقين البيض، يعني البيض هيكون مسلوق. نفس شكل الفانوس هرسم معاكم الباترون بتاعه. اول حاجه هرسم معاكم الجزء اللي هو من فوق، هرسم خط كده 3.5 سنتي، ومن الجنب هطلع بخط 4.5 سنتي. ثلاثة ونص، والجزء ده هيكون 4.5. الجزء اللي من تحت في الفانوس هنرسم خط كده 1.5 سنتي. البطرون بتاع الفانوس ده صغير جدا علشان طبعا حجم البيضة بيكون صغير. ومن الجنب كده هنرسم خط 3 سنتي، ومن الجنب التاني هنرسم خط 3 سنتي، وهنوصلهم ببعض. هيكون طول من تحت 4.5 سنتي. ده حجم الباترون، هنفرغه بالمقص. على ورق الفوم هنحدد الباترون ده. انا هختار اللون اللي هو البينك ده، وهتحدده كده بالقلم. هنحدد من كل جزء 4 اجزاء عشان تيجوا تحددوها على ورق الفوم. ترسموا مره المثلث معدول ومره مقلوب علشان ما يستهلكش معاكوا ورق فوم كتير، وعلشان يبقى سهل عليكوا كمان في القص. كده انا حددت 4 اجزاء من الجزء اللي من فوق. الجزء اللي من تحت برضو هنحدد منه 4 اجزاء. من فوق هنقص منه كده حتة صغيرة من فوق، هتقصوا الجزء اللي من فوق ده الاجزاء دي مع بعض. واخر حاجة هنقفل الجزئين دول مع بعض. كده جهزت عندي القاعدة بتاعت الفانوس. هنثبت بعد كده الجزء اللي من فوق. قبل ما نقفل الطرفين دول مع بعض هنقص كده قطعة من ورق الفوم اللون ابيض، وهحط كده عليهم لزق شمع من تحت، وهثبتهم كده من فوق علشان يديني شكل الايد بتاعت الفانوس. بعد كده هنقفل الطرفين دول مع بعض. كده انا جهزت شكل الفانوس. بعد كده هنجيب البيضة وهحط كده لزق شمع على القاعدة اللي من تحت. وهنثبت كده عليها البيضة. طبعا وهتستنوها لحد ما تنشف. والجزء اللي من فوق هنحط كده على الجوانب اللي من جوه. هنثبتها كده على البيضة تطلع بالشكل ده. على ورق فوم باللون ابيض هنرسم شكل النجمة. هنرسم كده مثلث، بعد كده هنرسمها كده
هترسمه نجمة صغيرة، وهنرسم هلال. هنقصهم بالمقص بتاعهم في الجزء ده. هنعملها زي الجزء ده من البيضة. ممكن ترسموا كده شكل العين والبق، او ممكن تكتبوا كلمة رمضان كريم، ده اختياري على حسب ما انتوا حابين. انا في الجزء ده من البيضة هعمل معاكم الاثنين علشان تعرفوا الطريقة ازاي. اول حاجة هكتب كلمة رمضان، طبعا باي قلم الوان موجود عندكم. دي كلمة رمضان كريم. الجزء اللي من ورا هرسم معاكو شكل العين والبق. هتطلع بالشكل ده. اكون خلصت شكل تزيين البيضة. في الجزء ده برضو حطيت هلال ونجمة، زينتها من الناحية دي بالشكل ده. تقدروا تزينوها من الناحيتين. يارب يكون شكلها وفكرتها عجبتكم وهتبسط الاطفال جدا جدا. وبكده اكون خلصت فكرتي النهاردة. يارب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وتكون الفكرة جديدة وسهلة بالنسبة لكم. كل سنة وانتوا طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبولي رأيكم تحت في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.